النعناع السعودي بيقولوا عليه اسمه الحبق. انا جبته من صديق ليا اللي انا اشتريت منه شبك النت للتظليل للسطح عشان الحر. طبعا اي استفسار بالنسبة لشبك النت ان شاء الله اقول لكم على كل المعلومات اللي انتوا عايزينها. اي حاجه انتوا عايزينها اكتبوها لي في التعليق. طبعا ده بيعمل ظل جامد ما شاء الله على السطح عشان الحر. نرجع للنعناع السعودي بتاعنا اهو، ان شاء الله هنقسمه لعقل. طبعا هو مديهولي بالجذور بتاعته اهو، الجذور بتاعته اهي، هنقسمه لعقل وهنزرعه باذن الله مع بعض. هقسمه وارجع لكم. دلوقتي خلاص انا جهزت النعناع السعودي اهو، شلت منه، قسمت العقل وشلت منه الاوراق الكبيره. بعد كده هبدا ان انا اغرزهم في التربه اهو. انزلهم طبعا كويس في التربه. ان شاء الله ينجح معانا. دي هنزلها كويس اهو، غطى عليها. دي برضو نفس الكلام، اخر طبعا حاجة، اخر خطوة بس ايه، النعناع. طبعا اهم نقطة بنأكد عليها ان احنا نحطها طبعا في مكان ظل يدوبك بيوصله ضوء الشمس، ليه طبعا لغاية لما تنجح عملية ايه الزراعة ويبدأ يكون الجذور بتاعته. بعد كده عادي بننقله المكان، الشمس برضو ما تكونش ايه بتجيلها الشمس فترات طويلة. وطبعا نداوم على ترطيب التربة بالمية. كده يبقى زرعنا مع بعض النعناع السعودي الحبق.